شيابنا كبارنا وبركاتنا، شيابنا لهم منا كل التقدير وكل الاحترام وكل الحشمة. هذا البرنامج يحمل عنوان شيابنا. في هذا البرنامج راح نطوف عمان من خصب إلى ظلكوت، راح نطلع الجبال، ننزل للوديان والسهول والصحاري، حيثما كانت هناك حياة مع شيابنا ومعانا اليوم، احنا امتداد لهم. راح نوصل لهم ان شاء الله، سنركب البحر ايضا لنتعرف على حياة البحر، سنذهب إلى البادية لنتعرف على حياة البادية، كيف تعب أجدادنا مع ظنك العيش والحياة، واليوم نتعلم منهم الكثير الكثير. مع شيابنا هذا البرنامج، نتمنى أن تقضوا أوقات ممتعة ومفيدة، وهذه أولى حلقات البرنامج، أهلا بكم. كيف الحال؟ الحمد لله عزيزي، صحيح خير، لك البركة، يا مرحبا، الله يحفظك. محمد بن من؟ محمد بن رشود بن حسوني الظهوري. ونعومك، لك البركة، يا حي وسهلا، الله يحفظك يا ربي. سكنتوا انتوا زمان في المكان؟ زمان، هذا تاريخ جلودنا وأهالينا هذا المكان. زين، نباك تودينا المكان هذا؟ الحمد لله، إن شاء الله بقدرة الله. بنصعد الجبل؟ إن شاء الله. تفضل. إن شاء الله، إن شاء الله بقدرة الله. بسم الله. لأنه بعيد شوية. الحمد لله، مسافة شوي، لكن إن شاء الله إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بييسرها إن شاء الله. شكر لله، الحمد لله. زين، أنتوا ساكنين في قمة الجبل؟ قمة الجبل، لك هذا مسوين طريق مثل ما طريق الشارع، أيه. طريق رجول يعني. نعم. أيوة. كيف تطلعوا وتنزلوا؟ نطلع بالحاجات يعني، نجي بالحاجات. يعني بالمشي ولا على الدواب؟ هنا بالجبل بالمشي. مشي. أيوة. وبالوطه بالحيوانات، حتى بالرجل نمشي بالوطه بعد زمان اول. جميل المنظر من هنا، جميل. الحمد لله. أول كنت شوف هذي طريقين، هذي طريق واحدة هذي وواحدة هذي، هذي مال يعني يلتقوا ترو. الآن الناس يمشوا من هنا. أيوة. على الدرج هذي. والدواب تكرم الحمير من هنا. آه. وين توقف الدواب بآخرها، وين توقف؟ لأن يلتقوا هنا، لأن تديك يوم يدوروا كذي كيف؟ لأن الإنسان يمشي سيده، ما يدق شيء، ما ينك بشيء. الحمار يحمل أغراض. يعني يروح لراحة ويجي. نعم. نسوي هذا أكسيدية لشان الراحة. زين، توصل الدواب إلى فوق؟ توصل. توصل للبيت مرة. قبل ما نركب. إلك وياه تعبان يعني. نشل مريض ولا شيء، يمكن سبحان الله. الحين عرفت أهمية الجرز. بالتصعيب يعني. هذه رجل ثالثة. هذه مساعدة. مساعدة. مساعدة كثير. الحمد لله. وصلنا. شكرا لله، قربنا، شكرا لله، شكرا الله، يعطيك العافيه. هذه البيوت بينت؟ لا، هات بجد، داخل وفي اقدم منها. داخل بس ما موجوده. يلا نواصل. واصلين. ايش هذه ابو برزوق؟ هذا يوم تجي نشل زفات من طريق، نجي الظهر نشل. ايه، الحيوان يشل، الهيشه تشل، نريحني. ها، هذه دكية. أيوة. بعد الدرب الطويلة نريح. أيه. هذا نحطه مريح. وظله. تحطون الأغراض هني. أغراض هنا.
نو خلينا 10 دقائق، نو خلينا 5 دقائق. بعدين رحنا قربوا. لو انكم مقربين عدتوا في المكان. الحمد لله. ما شاء الله. زين، انا اشوف طول الطريق واحنا ماشيين اثر اغنام. اغنام موجود في المدى. كيف ترعوها هنا في الجبل كذا؟ اول الاغنام هوتي اول ترقي بالجبال دائما ترقي بالغبال، لان الدنيا خصيبه. بالوقت هذا ماشي الدنيا مطار ماشي، مني ماشي الذي ليه اغنام هنا يجيب حي اكل، يجيب اكل ويحطه مع بيته ويطعمها. الحين ماشي رعي؟ ماشي من الجبال ماشي، مو ما في شيء. ما في خصب. ما في خصب، ولا لا. اول ما تحتاج لاكل منها. نعم. توكل من التب وتشرب الماء والحمد لله نعمه ماشي. ودواكم والادويه تاخذوها من النباتات هذه؟ ناخذ من النبات، ناخذ من الانزروت، ناخذ من المقل، ناخذ من شو اسمه من الجعده، ناخذ من الببتيس، هذا كله ادويه مال الجبل. نعم. هاي كلهم ادويه منيه، ما له حاجه اول بحبوب وحاجات هذه، اول كلها نعم. دويات. شي كان فيكم اطباء منكم فيكم؟ فينا اطباء، اول كان معنا واحد ابراهيم اللي تقرب فيه ابو سالم، اول توفى من كم من سنه، لكن الحين عندنا معرفه كذا، معرفه طب ما محطين مكان موقع، لكن عندهم معرفه للموسم، عندهم معرفه للمرض، كيف وصفه عرفه، ولك هذا الوقت الحين ما يحرسوا هذا اللي يعرف، الذي امرض وده الطبيب. ريحنا اقول ريحنا الحين هذا مريح، يعني تحط في اعراضك وتجلس نص ساعه ربع ساعه خمس دقائق وتروح البيت. يلا احنا ريحنا ونواصل بقى. ابو مرزوق، انا ملاحظ ان يعني في اكثر من شارع هنا. ايوه. يعني هل هنا السكون متفرق ما في مكان واحد؟ لا لا، هذا واحد الطريق هذا تروح منطقه كامله هنا. ايه، يعني ما بعيد وايد، ملزقه فيها. في سكون ثاني. سكون ثاني. ايه، نفس هو نفس القبيله. ايه، نفس العائله. نفس العائله. نعم. ساكنين فوق. ايه، وساكنين هنا. هنا تختلف الدربة. ايوه، هذا تروح داخل. نعم. وهذا تروح كل حد يروح سكون. ايوه. طيب ايش هذاك هذاك كانها مغاره صغيره. هذا رحى مال الطحين، نسميها رحى نطحن لها البر. ما شاء الله. ايوه، نطحن لها البر، هذا نسوي لها مكان خاص. مكان خاص. وتخزنوا هناك ولا بس تطحن هناك؟ تدخل تطحن حاجتك وتروح البيت، لان اشوف المكان على داخل. داخل. نعم. تطحن حاجتك واحده ثانيه داخل. تطحن حاجته وتروح البيت. حد يكون من الجماعه هو شغله يطحن ولا كل حد يطحن لنفسه؟ لا، كل حد يطحن حاجته. كل حد لنفسه. كل حد حاجته، يعني اذا كان اول تعاون فيه. نعم. اول وي تعاون. اذا واحد سوى محضر ولا سوى عرس ولا سوى يتعاونوا معه كلهم بالقبيله. بالطحين وبالحطب وبالماي وبالحاجات الكامله كلها يكملوا المحضر هذا كله. في المناسبات في الافراح. هاي بالمناسبات، لان كل اول كنا. نعم. نتيمل مع طريقه واحده. نعم. مع اي حاجه ويكمل المحضر. ما شاء الله. ليك البركه. هذه البركه؟ هذه البركه. انتبه، هذه اول كانت من قبل من 40 سنه تقريبا. هذه كنتوا تحفروها ولا تبنوا عليها؟ يعني كون هذا الجبل وتبنوا عليه داير مدار عشان تحول الماي. هاي محفوره، محفور يعني محفوره حفر. حفر. بايش تحفروا؟ ايش من يعني الحديد عندكم عده؟ بكوت مال بكت حديد بكت. وعنتله ونار وحديد، يعني يمكن تقريبا سنتين انا مشتغل فيها البركه هاته. زين. سنتين، اول كانت البركه هاته كانت وزاره الدفاع تعمر مناطق الجبليه كلها. يعني من جهه الحكومه. نعم. وذاك الاول انا الحمد لله تباشرت بالموقع هذا وبحثت البركه هوتي وجهزت وتعبت، وانا واولادي واخوتي الذي قربي. هذا المدخل. نعم. هذا الصف بالجميل. هذه. وهذا المطبخ. ايه. تفضل. شكرا. والجميل هذا بيت الجنزي. والقفل بالوجه. يعني هذا حوش. هذا الحوش. هذا الحوش. هذا الحوش. طيب. هذه غرفة. هذا مطبخ. هذا مطبخ. مطبخ. وهذا الزرب. وهنا الزرب حق الحيوانات. ايوه. ووراء قلت لي غرفة بعد، غرفة ومجلس. مجلس. صفة زين. وهذه؟ هذا القفل، قفل القديم تاريخ. اريدك يعني تفصل لي ايش يعني القفل وايش الجنزي وشيء الصفة بعد؟
الصفه هاته هي اللي كنا اول بدو دخلتنا هذه اللي فضها الذي هاته المجلس يعني مجلس الضيف ايه يجلس فيها الضيف اللي يجي مجلس البيت ايوه سبله البيت سبله البيت والبيت والثاني المطبخ بيمها ايه بيمها هذا مطبخ مال الاكل نعم والثالث بعد غرفة مال السيمان هذا هو الغرفة الداخلية مخزن نعم لكن سيما غرفة سيمان ايه والثالث الزرب القديم والرابع القفل الخزينة ايه التاريخ المذكور انتو تسموها القفل لانها قفل التاريخ ليش مسمينها القفل تعتبروها يعني اسم مخزن خزنة واسم قفل يحفظك من اي حاجه يحفظ أيه. سيمانك ويحفظ حاجاتك وذكريات اهليك أيه. ذكريات جدودنا واهالينا هالنمونه يعني حاجراتنا فيها ما ينطلق اللي يطلق صاحبه هذه تعتبر القفل هذه غرفه نوم في غرفه نوم ينوموا فيه أيه. في الصيف ولا في الشتاء بالشتاء بالصيف بالشتاء تدخل البيت هذه الغرفه تدخلها داخل أيه. وتسكر الباب ما يحتاج تلحف تكون دافي يعني دافي مون باب نعم نظيف نظيف وامان من كل شيء والباب مسكر من كل شيء مرجوع من كل شيء الحمد لله وسيمونك فيه وحاجاتك فيه بعدين هو حافظ سيمونك وحافظ انك الحمد لله المكان وتاريخ جدودك المكان مصيون ما شاء الله الحمد لله الشكر لله طيب انا ملاحظ ان المكان يعني قصير يعني حتى الإنسان لما يدخل يعني هذا الباب كثير 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 صحيح. واطي يعني ها. كثير واطي أيوة. يعني الواحد يدخل مكبس لكن سيدي أبو علي بسألك هذا كم متر يجيت البراني داخل لا. تحت الباب هذا ايه الحين هذا متر واحد زين براني ايه تحت الباب داخل 3 متر زيادة بعد تحت الباب تدخل على تحت على تحت الحين هذا ما هو سطح البيت؟ هذا سطح البيت ايوه لكن طبعا هنا السطح في مستوانا حتى قصير يعني لكن من تصير داخل يعني بإمكان الإنسان يوقف ايوه 3 متر تحت البيت تحت الباب اي يعني داخل البيت داخل الغرفة هذه داخل القفل انت تكون كذا واقف عادي ايوه صح؟ وين انا بخبرك الحين الباب هذا ايه براني هنا حلق الباب 1 متر ايوه تحت الباب 3 متر الطويل. تحت الباب تحت الباب بعد تحت الباب من بعد تحت الباب 1 متر من بعد وسية الأرض التحتية بعد 1 متر يعني يصيروا كأنه 4 متر يعني 3 متر هو زي الباب يعني مكان وسيع زي الباب هذا 3 متر وتحت الباب بعد 1 متر ما شاء يعني الله. يكون 4 متر داخل طيب والتهوية كيف تهوية هذه يتهوي من برا أي. واحدة ويتهوي من هنا بعد واحدة بعد هاته هذه تهويه في تهوية هاي يعني تدخل هواء وهذيك اللي في السطح واحده هنا وواحده صغيره هنا اثنين السطح بايش تسقف السطح نحطه في داخل حطب سدر ايه يعني كبير اذا بتشوفه كبير نعم راح نبند هو وفوق الحطب يحط لي حصر رهيب كذا حصر رهيب ايه وبعدين بنده بطين طين يغجل طين ايه. ويرشنه بطين وبعدين تدفن لي تبار طين كله طين يوم المطر ما يقطر مول ها الحمد لله لكن وايد طين لكذا يجي طين يعني يمكن ايه. نص متر ايه. كله طين وين هذا فوق في السطح ها ايه. ما يجي مطر الحمد لله الشكر ابد مول مرزوق انا عجبني القرز ذيك البركه وساعدنا كثير واحنا صاعدين الجبل الله يخليك نعم الجرز هذا يعني حفاظك كانت رجلنا الثالثه وكثير استخدمتوا انتم الجرز يعني كل السكان عادتنا عادت جدودنا ترى نعم الجرز هذا طيب. عادتنا لا ناس يصنعوا لا ناس يصنعوا هاي يصنعوا نعم لك هذا هني الجرز هذا الاولي هذا المصنوع من زمان جدودنا ترى قديم هذا تاريخ ذكريات هذا من ايش من حديد اصلي هذا ايه ويسوى له شوية نقوش يسوي له نقوش يسوي له ترتيب يسوي له لا حاجة تكرهك بالوقت هذا يزينها زينة للرجال زينة بالوقت هذا إذا بأي تأخذ جرز وتسوي تأمل لحاجتك يقدر تكتب في اسمك صح يمشي بالوقت هذا الوقت أول سوي له نقش وسوي له هدو وذكرياته والحمد لله هذه زينة وصلاح
زينة وسلاح جنبين. زينة وخزينة. زينة وخزينة. على نعم. نعم. يا الله يا الخبر يا الله يا بحر الزين يا اللولو. لكان أصرنا القصير ذاك النهار. التمر مع ودنا. من يشيل الأسماك الحنية وكان حد. أسماك يجيبوا بدلة. سيما. حمزاري أبو محمد يعني منات صبح أبوري. كلهم مستعجبين ذا سيارة يا سيارة. ما غريبة. تفق العسكري ما في رمي. لا في رمي. يقولوا لا تفق برزة وما. لا في رمي، لا في رمي. المنطقة هذه يعني تقريبا في نص الجبل أو أعلى من نص. إيش اسم المكان هذا؟ هي المنطقة هاحين هني هاحين كينين نص رحيبة. منطقة رحيبة كاملة كلها. هذا المكان كل كامل اسمه رحيبة. كل رحيبة. ومجموعة قرى. مجموعة قرى فيها كثيرة كثيرة. نعم. يعني لأن إذا تبغين يعطيك المناطق بعطيك الأسامي من الجميل ودور. هي كثيرة ما بنحصيها. عموماً هذه الرحيبة. كل الرحيبة. وفي كل قرية في سكون مثل هذا اللي إحنا نشوفه الآن. كل نشوف هذا. نعم. نعم. يعني هذا المكان مثلاً أيضاً، هل هذا بيت واحد؟ هذا بيت واحد؟ هذا بيت واحد. بيت واحد. هذا. واللي فوق؟ اللي تاني تاني. ايه لك اخوه يعني ما معاه عائلة واحدة. اخوه عائلة واحدة. عائلة واحدة. وهذاك الثالث. هذه ايش جلسة هذه؟ هذا صفة سميه صفة ضيف. للضيف. وجميل المنظر منها جميل. عجيبة هذا. يعني هذه تطل على كل هالجبال والوديان وال كلها. والهواء طيب. التاريخ الاولي هذه الميلس هذا يعني بالضيف اللي يجي ما يحصل لها زين الا النمونه. بالوقت هذا بس يوم تطورت الدنيا وزاد الشيء بيقولوا هذا ما تنفع ولا هذا اول تاريخ ذكريات كثيره يعني بالاوليه. هذا قفل غيره. هذا غيره. هذا قفل. غيره. نعم. وكلهم بهالطول. كلهم فيهم كبر وكلهم فيهم حاجات وخراس وما أدري بيش والتاريخ الأول كله داخل. نعم. ممكن ندخل. إذا بتدخلوا أنا ما عندي مانع. بتدخلوا أنا ما عندي مانع أبطل ليكم نعم. لكن تبطيله هذا صعب. تبطيله يمكن واحد يوم يريد يحاول فيه. نشوفه مني بس. أها أنتم تعبانين وأنا تعبان. ها. صعوبة يعني شيخ. يعني هذا ما يعني هذا ما 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 ينفتح الان؟ هذا ما ينفتح لانه هذا فيه من فوق مبند ومن تحت مبند، هذا الفوق يمكن نحاول فيه سوء ونص الفوقي. ايه ولكن التحتي واحد يوم ما نقدر نبطله. يعني ايه مجود بالاثنين التحتي الفوقي يسموها مقلعه. مقلعه يمكن تاخذ واحد ساعه. ايه لكن هذا التحتي يسمها مفريه. مفرية. هاي مفرية هاتي تأخذ واحد هذه يوم. هذه من داخل. داخل. على تحت. تحت المرصاة هذا من ايه. تحت ميود الباب وميود المرصاة من داخل. والثانية فوق. والثانية فوق إذا بطلت هذا دخل يدك من هنا. ايه. وبعدين تحاول التحتية تحاول التحتية ما تدري ما تتخلصك. يعني يمكن ايه. يأخذ واحد ايه. وقت طويل. يعني هذه تدفرها على داخل هذه. لا هذه. تسحبها. لا هذه دخل فيها واحد شيء هنا. شوف هذا حديد هذا ايه يدخل واحد يسموه قلع ايه يسموه بالعربيه قلع يحرك الداخليه هنا ويبطل هذا تشيل هذا تشيل هذا الداخليه ترد منه هذه قفلها منها وفيها وهذا تشيلها برا ايه. بعدين تحاول التحتيه نعم. تاخذ مده وهذه لها مفتاح يعني هذا الثقب هذا هذا حل مفتاح لا هذا حل الجيران بس حل ايه. تبند وتبطل يعني مثل المفتاح دخل القلاع هنا قلاع اسمه ايه وتبطل وتيري القلاع تيري بالباب زين تطلع هتخلي ايوه بعدين تحاول تحتيه نعم تحتيه صعوبه طيب انتم كنتوا طول السنه تقضوا المكان تقضوا في هذا المكان ولا تنزلوا تصيفوا مثلا لان هنا كله بالصيف هنا الصيف بالصيف نصيف سكن والشتاء بالشتاء نزور بس نزور الزرايا ايه. نزور البيوت نزور وين تكونوا
خصب بالشتاء بالشتاء نكون في البوت منطقه البوت منطقه البوت منطقه ساحليه بخور النيل على البحر خور النيل على البحر على البحر على البحر وتقفلوا مكانكم تقفلوا مكان هذا وناخذ حيواننا ونزرع ولين ما تزرعوا من نزرع زراعي من المطار ينزرع نزرع الاراضي نعم من نخلص الزراعه نروح نشتي وبالصيف نصيف هنا صيف سكن يعني مكاننا ما نبطل ساكنين نعم. فيه نعم. لكن بالوقت هذا بالوقت هذا سكن قليل سكن زوارات بس زوارات وحد يطلع وحد يروح وعبيوتنا الاقدام هنين ما نقطعها حد يقف يروح بالواحد وبالاثنين المنطقه هات المناطق هنا ما نهدها اذا زروها. ما فايت انا يقف ثاني ما فايت ثاني يقف ثالث نعم زين مرزوق عيالك انت حد ربهني ولا ما حد لحق يربهني؟ يعني ما تربوا هني؟ بلا بلا ربوا اولاد انا عندي هني في المكان؟ اها حد انولد هنا؟ اي اولاد هاي ايه حد بن هنا وحد بالبوت وحد تحت بالبوت بالبوت نعم. بالمنطقه ايه واثنين مكان ما يجوني الصبح نعم بنت وولد طيب اليهال هني يعني المكان ضيق وحصى وغير عن المدينه غير عن الوسع صعوبه كيف يقضوا الاطفال وقتهم يعني انت يوم انت طفل صغير أيوة. تذكر تذكر وانت صغير ذكر الى كم سنه تذكر يمكن يوم كم عمرك 10 يمكن تقريبا سبع ثمان سنوات ايش تسووا انتوا الاطفال ايش تلعبوا يعني من الام ترى الاب نتجمع ترى اولادنا هني الاولاد وكنا نتجمع بحاجات ولعبان وكذا ونحتي بقر مال البحر ونحتي حاجات كده ونتيمع ونسولف وكده ولكن الاولاد يخلونا يعني باتني يعني يربونا انا نطيح ولا انا اتوارد ما يخلونا بروحتنا محنا على طول لا عشان انتم من بيئه صعبه لازم تكونوا صلبين الحمد لله من الصغر باتني يعني تحاضروا انا نطيح وان نتضارب بعض صغار بعض ما نتضارب نعم لكن الحمد لله متشددين لينا اولادنا الحمد لله ابواتنا الله يرحمهم ومشى العاب ما تجيبون العاب من خصب من الدكاكين ما تشتروا لهم شيء الاب من الدكاكين وغيره ماشي ذاك الوقت اي ذاك الوقت عندنا الاب من طريقه البحر نعم يعني هني ساكنين منطقه بحريه ونجمع فيها هذا حاجات مال البحر مثل البقر ومثل حاجات هذا ونلعب فيه بالوقت هذاك ذاك الوقت يقال يعني ذاك الوقت ماشي مدارس وماشي حاجات مشو بتر هني نعم يقال يتكلم يقال هو هني كبور تونا كبور رجال تونا يقال لسانك حصانك ايه انصنته وصانك وانشنته وشانك ايه بالوقت هذوك هني ما نبو هذا الكلام هذا ما لي حاجه ايه لكن احنا ما عرفنا الوقت هذا ايه هو صحيح كلامه محمد بن رشود بن الحسوني الحسوني هاي والظهوري الظهوري 7 أنعام ليك البركة يا رب مشكور دامة كرامتك كفيت ووفيت الله يخليك الله وتعبناك ليك البركة لا وصعدناك الجبال مرة ثانية ودي بعد ودي. ما استقريت في السهل ليك من البركة إن شاء الله ما قصرت هذا وطننا وبلدنا ولازم نعطي ذكرياته ونظل نحافظ عليه واجب نحافظ عليه والذكريات هي أهم والوطن هو غالي أكيد الوطن هو غالي بأي مكان أكيد بأي بقعة الانسان مو بقى يروح يمشي مكان لكان وطنه غالي لازم يرجع لوطنه اكيد اذا ماضى قصره الحيل عنه وعمان كلها وطن كلها وطن الحمد نعم. لله شكر الله نشكر جلال السلطان ونشكر الجماعه الذي عايمين بالواجب وسيطعين بالوطن وعايشين الحمد لله شكر. الحمد لله الله الحمد لله الله يعطيكم العافيه مشكور الله يدومك ترخص الله يديك البركه احسنت احسنت احسنت, أحسنت. 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 أحسنت.